انا نحاول نقري ولادي في المخزن، اما لا داعي باش غنقري انا ولدي وانا تنشد 3000 درهم في الشهر، وغنشد انا ولدي وغنقريه تقريبا ب 700 بالطوموبيل ولا 800، اش غيبقى لك؟ ولي عنده الطريطات الله يحسن العوام. تعرفوا نتوما الانسان دابا الوقت الحالي الفقير واكل العصا في المغرب وما تيشوف فيه حتى شي واحد. الوقت الحالي اللي عنده الوليدات حسن عوانو. انا تنقدر هذوك الناس مساكن اللي ما في حالهمش وعنده 3 الوليدات 4 الوليدات وخدام سيكيريتي والمراه تتفرض عليه يقري الدري في مدرسه بريفي. عندي انا صراحه لا يعقل، انا ما نبغيش شي مراه تجرأ وتورك على الراجل وتقول لي بغيت ندري الدري بريفي يقرا، يقرا في المخزن ويتعلم في المخزن ويزيد السويع مع واحد فقير بوفري حتى هو اللي غيكون كابر في المخزن. اما انا ما نشجعش الصراحه الناس البوفريه اللي على قد الحال. انا ما تنهضرش على الناس الاغنياء والناس اللي تنقولوا حنا واش واحد يشد 3000 درهم وغيقري ولده بريفي، لا يعقل. انا تنفضل اللهم المخزن ويتحاكم مع الوقت ويتقاتل مع الوقت. المهم ليسونسيال حنا عندنا في المغرب هي الدري يقرا. هي كاينه القرايه في البريفي ولكن اللي ما عندوش راه كيقرا في المخزن، بحال اللي ما عندوش راه غيقرا في المخزن، ولكن انا كنشوف الدراري كيقراو في البريفي، قرايه زوينه في البريفي، المخزن هو عاديه ماشي شي حاجه، ولكن القرايه في البريفي كنشوف الوليدات متفوقين شويه، الا كاينه شي مدرسه مزيانه ولا شي حاجه كتشوفهم متفوقين. ما عرفتش انا واش من الاساتذه واش والله ما عرفتش واش من الدري واش والله ما عرفتش السبب، ما نقدرش نقول لك. التعليم العمومي نزل الارض والتعليم الخصوصي كيبقى على حسب المؤسسات، داكشي ما مقادش، ولكن كيبقى العموم عموما ان التعليم في وضعيه ماشي هي هذيك، والنتائج راه كتبين راه كتشوف. الخصوصي شويه ان كاين واحد شويه ديال الضغط الوالدين، الوالدين كيكون شويه ديال الضغط ديك كيتبعوا شويه ولادهم اكثر، والاداره ديال المؤسسه كتسمع لهم نسبيا لانهم كيديو داك الواجب واسمو، كتكون شويه ضغط وكتبقى المصداقيه وداك النتائج اللي كيحصلوا على التلاميذ كتلعب في الجانب المادي بالنسبه للمؤسسه، فكتلتزم عليها انها تقوم نسبيا بالواجب انها كتراعي الناس شويه والتلاميذ وهذا وكتبغي توصل الارضاء ديال الاباء باي وسيله باش تبقى السمعه ديال المدرسه ويبقى الجانب المادي اللي شويه مأثر. ما عنديش انا باش نقري، ولو كان عندي غنقري ولادي بفلوس، ولكن ما عنديش. كلشي خرج فالصو، لا رياضيات ولا والو، كلشي فالصو، كلام القبيح والسفيح وتنقص في الزناقي والفوضى في الزناقي وما كاين حتى شي نتيجة. أنا براسي قريت في روش نوار، قريت في الحي المحمدي، مدرسة الكدية، الحي المحمدي. قرينا في مدرسة ديال الكدية في الحي المحمدي. نجحت. وقرينا في مدرسة روش نوار. الزبير بالعوام. ولكن دابا تواخير كلشي فاسو، لا وزاره التربيه ولا داكشي كلشي ما كاين حتى شي حاجه تربيه، لا نظام ولا اداب ولا يديك ولا يخليك. انا كنفضل بجوج، اللي عنده الفلوس خاصو يقري واللي ما عندوش فلوس خاصو يقري، كنفضل بجوج. انا قريتهم غير في العادي ووصلتهم، قريتهم ووصلتهم بجوج كيقريو مزيان، لا مخزن ولا فلوس.